سيد طاهر، أريد أعرف نقطتين، إشراف لو مراقبة، والنقطة الثانية إذا الأمم المتحدة أو مجلس الأمن ما اعترف بالانتخابات راح نذهب إلى حكومة طوارئ؟ لا لا لا، أولا أنا أسألك قانونيا، أنا أسألك أنت خبير قانونيا، قانونا رقابة وليس إشراف. نعم قانونا رقابة وليس إشراف. لكن الرقابة لاحظي فقط الجماعة يفسرون رقابة وإشراف، رقابة أعلى 100 مرة من الإشراف. نعم. ليش؟ لأن القرار الأولي اللي هو حرك الرقابة الأمم المتحدة على الانتخابات، بمعنى أن هنالك قرار ثاني يجب أن يصدر من الإسلام الدولي يقول أن رقابتنا جيدة وأن الانتخابات نزيهة. نعم. وفي حالة عدم موافقة مجلس الأمن الدولي على النتائج الانتخابية لا قيمة لها. دول سوت انقلابات. نقطة مهمة جدا قانونية، أسأل قانونيا، هل سنذهب إلى حكومة طوارئ عندما يرفض مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالانتخابات؟ بس هذه النقطة. دستوريا ما عندنا حكومة طوارئ، عندنا إعلان الطوارئ، تخوير رئيس الوزراء سلطات. يعني تخوير رئيس الوزراء وردت بالقانون رقم 1 سنة 2004 اللي كان أصدره الدكتور عياد علاوي. ماكو شيء اسمه حكومة طوارئ، الحكومة نفسها، لكن رئيس وزراء يخول سلطات استثنائية. بس طوارئ حكومة ما نعرف. أسأل سؤال ثاني سيد طارق. نقاط مهمة جدا، تخوير رئيس الوزراء لقيادة الحكومة نقطة إيجابية، إحنا نظامنا برلماني يا سيد طارق حرب، قانونيا عندما ترفض أو يرفض مجلس الأمن الدولي هذه الانتخابات، يعني وأكو بوادر أنه يرفضها لأن أكو يعني أشياء داخلة بالانتخابات والناس تشكك بالتزوير ربما، يعني ما نعرف، هل سنذهب بحكومة جديدة بقيادة السيد الكاظمي بتخويل السيد الكاظمي بدون برلمان؟ ونحن نظامنا برلماني، بس أسأل قانونيا، أنا هذا قانونيا. سيدة الحكومة يجب أن تعرض على مجلس النواب، ماكو حكومة منحل جديدة. مجلس النواب خلص هذه الانتخابات يستمرون مو استمروا 8 اشهر بسنة 2010 بعهد السيد المالكي. نعم. واستمرت حكومة المالكي خلص وصلت الفكرة أشهر. خلص يستمر مجلس النواب وتبقى حكومة يخرج مجلس النواب. نعم. لا مجلس النواب برا، يعني تنتهي فترة عمل النيابية. نعم. تبقى فقط الحكومة، الحكومة لا تخرج إلا أن يقرر مجلس النواب إعطاء الثقة، منح الثقة حكومة جديدة. نعم نعم، يعني ماكو رقيب، ماكو مجلس نواب نهائيا.